اللعبه كيفاش غادي يحصل هذه محاوله للفائت فريق كوكب المراكشي اللي تيبحث على الهدف. محاوله ديال تمرير ضربه راسيه والهدف الاول لفائده فريق كوكب المراكشي بواسطه برقه 17. لاحظوا الارتقاء، ارتقاء جميل 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 جدا للبرازيلي جيفرسون. وايضا حتى التمريره ديال عبد الواحد الشخصي كانت جميله جميله كما تيقولوا مخدومه بليفي، وكان في الاستقبال ديالها. غادي نشاهدوا التمريره الجيده ويونس الحواصي كان حرا طليقا، كان خطا والتمريره كانت برجل زيد كروش. زيد كروش رفع الراس ديالو وشاف من هناك، من هو اللاعب الذي كان حرا طريقا وقدم له كره فوق طبق وهدف التعادل. المنصوري، المنصوري اللي عمل، المنصوري اللي عمل، خطيره 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 خطيره. محاوله تضيع، تضيع اللاعب سانوغا، سانوغا اللاعب الباري تضيع، لكن دائما الكره للفائز فريق كوكب مراكشي. هدف، هدف ثاني، هدف العرض البطيء. كانت هناك هفوة دفاعية في مراقبة اللاعب عميمي على الصورة، حرا طريقا يسجل على الرغم من تدخل الحارس عدنان العاصمي. لاحظوا اللاعب عبد الإله عميمي يسجل.